وينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتب الصحفي أحمد الفراجي. سيد أحمد، مرحبا بكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. مرحبا. سيد أحمد، انطلاق التظاهرات في ساحة التحرير للمطالبة بالإصلاحات وأيضا مكافحة الفساد، لو تصف لنا الأوضاع في ساحة التحرير وغيرها من المدن العراقية. نعم، تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الرافدين. أعتقد هنالك حشود كبيرة الآن بدأت تتوجه، وهي منذ الصباح الباكر بدأت تتوجه إلى ساحة التحرير حيث الاعتصامات، ويبدو أن المعتصمون هذه المرة مصممون على أن يعني يقوموا بثورة حقيقية، لكن أنا أعتقد أن هذه التظاهرات ربما لن تنجح، لأن الحكومة العراقية أيضا وأجهزة الأمن الفاسدة ستقوم بقمعها. إن استمر المتظاهرون بمطالبهم وكذلك الحشود، أعتقد سيكون هنالك قتلى وجرحى سيسقطون، وهذا حقيقة تعودنا عليه في كل تظاهرات. حقيقة نتمنى على المتظاهرين هذه المرة أن يكونوا يعني جديين وأن لا ينسحبوا أمام ربما قد كما أسفت قبل قليل قد تستخدم يعني بعض الأجهزة الأمنية الفاسدة القوة لتفريقهم، وهذا ربما سيؤدي إلى انسحابهم أو تفريقهم. طيب، كما حصل في التظاهرات الماضية. نعم. أستاذ أحمد، أنباء عن إغلاق قوات الأمن جسر الجمهورية وأيضا منعت المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء، لكن هنا هل قررت الحشود تحويل تظاهراتها إلى المنطقة الخضراء أم ستبقى في ساحة التحرير حصرا؟ يعني حقيقة هو هذا يجب أن السؤال أن يوجه إلى المنسقين أو قادة هذه الاعتصامات، لكن يبدو هنالك إصرار من قبل المعتصمين هذه المرة ربما للتوجه إلى المنطقة الخضراء، لكن هم يخشون من القوة المفرطة التي ستستخدمها القوات الأمنية. أنت تعلم هم يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء، بالتأكيد ستقوم الأجهزة الأمنية بقمعهم، وربما هذا الذي يخشوه. ونتمنى أن تنجح هذه التظاهرات وأن لا تكون كسابقاتها. نعم أستاذ أحمد، آسف للمقاطعة، ولكن في خبر وردنا الآن عاجلا، قوات مكافحة الشغب تطارد المتظاهرين السلميين في الأفرع الجانبية لساحة والقريبة من ساحة التحرير لإلقاء القبض عليهم، كيف تعلق على ذلك؟ يعني هو هذا عزيزي، هو هذا الذي كنت أتكلم به قبل قليل، يعني هو هاي الخشية أن تستخدم القوة المفرطة، وهي قد استخدمت القوات الأمنية القوة المفرطة بحق هؤلاء المتظاهرين، وبالتالي خطية يعني هؤلاء للأسف سيعتقلون وقسم منهم سيغيبون، وأيضا ربما سيسقط من بينهم شهداء وجرحى. هذا الذي نخشى عزيزي، الحكومة للأسف لا تريد الصوت المعتدل، وكذلك العاملون في هذه الحكومة لا يريدون هؤلاء الشباب أن يتظاهروا ضد فسادهم وضد ما يفعلوه بالبلد منذ عام 2003. هذه نتيجة متوقعة. نسأل الله عز وجل أن يحمي المتظاهرين من هذه يعني العصابات للأسف. نعم أستاذ أحمد، يعني التظاهرات عمت العديد من المحافظات، خاصة يعني الوسطى والجنوبية، هناك تظاهرات في محافظة البصرة وميسان، وهناك في الفرات الأوسط في محافظة واسط، ولكن ما الأسباب التي وسعت من نطاق هذه التظاهرات بهذا الشكل الملفت؟ يعني حقيقة الوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة العراقية بين فترة وأخرى، وكذلك الظلم الكبير الذي يعاني منه الشعب العراقي والبطالة الشباب، وكذلك الفساد الذي ينخر في جسد مؤسسات الدولة العراقية، وحالات الفقر وحالات يعني الجهل هو الذي يدفع بالعراقيين بأن يقولوا كفى وأن يتظاهروا على هذه الطغمة الفاسدة في العراق. نعم. طيب سيد أحمد، هل سجلتم حتى هذه اللحظة ونحن نتحدث فيها إليكم، هل سجلتم حالات اعتقال طالت المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية؟ طبعا يعني حتى يعني بداية التظاهرات لم يكن هنالك أي اعتقال لأي متظاهر. نعم. أما سجلنا في يعني التظاهرات السابقة بالتأكيد كان هنالك قمع، وقسم من المعتقلين للأسف غيبوا ومصيرهم مجهول. قبل قليل هذا الخبر الذي جنابك دعت بأن تلاحق، بالتأكيد سيكون هنالك عمليات اعتقال واسعة لهم، وأيضا سيكونون ضمن أرقام المعتقلين وضمن أرقام المغيبين. نعم.
من بغداد الكاتب الصحفي أحمد الفراجي، شكرا جزيلا لكم.